وفي نابلس بحس في بيتي انتم اليوم هون في بيوتكم وبين اخوانكم. بيت على وسهلا فيكم. الحمد لله وبتواضع هذا هو مصنعنا، مصنع التوأم للابواب. مصنع التوأم طبعا تسمى على اسم التوأم اللي عندي بلادي محمد ابراهيم. الله يحفظك. المصنع هون شركه رائعه من سنه 2005. في الاول احنا كنا محلات بنبيع ابواب، بعدين انا قررت بما انه شفت السوق كلياته في الوسط هون، فيش في الوسط العربي كثير مصانع، احنا بنعتمد على وسط ثاني، فقلت انا زي ما تقولوا يمكن جنون براسي كان شوي صغيره، فاحنا انا قررت افتح هذا المصنع اللي انتم قاعدين فيه، وبدينا احنا شوي شوي في خلال 3 سنوات الحمد لله رب العالمين المصنع وصل لهي الاشياء اللي انتم بتشوفوها. احنا مصنع من بطليعه المصانع طبعا في الوسط العربي، مصنع اللي بيضاهي عدة مصانع كبيرة في الوسط الثاني كمان. اليوم مصنع التوأم بكل تواضع حاسينه المصانع الكبيرة انه مصنع اللي عنده المقومات تبعته في كل المجالات، ان كان بمجالات التصميم، ان كان بمجالات الجودة، ان كان بالاسواق اللي هي اللي احنا موجودين فيها. طبعا احنا كمصنع التوأم في 3 سنين بعد عمل طويل في السلطة بعدة مشاريع الحمد لله رب العالمين اخذنا احنا منتج وطني مع انه صرنا هون في الداخل، لانه احنا والضفة طبعا احنا شعب واحد اهل، وشافوا بما اني انا عربي صاحب المصنع، بما انه المصنع موجود في مدينة تخمين، فاحنا منتج وطني والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قاعد ركبوا بالضبط اللي كانوا موجودات راح يكون منهم في معرض جنين عندنا. هاي الالوان في منها يعني اشياء لا تعد ولا تحصى. هاي 3 عينات من الابواب، هذا دهان جديد اللي ما فيش ولا مصنع عمله، ما فيش ولا واحد بيعرف يدهن، مش بس ولا مصنع عمله. الباب عادي كل المصانع تعمل ابواب، بس هذا الدهان انا اراهن هذا ابتكارك معنا، وراهن على اي انسان بيقدر يدهن هذا الدهان. هذا الدهان قلت لك اليوم متركب سفين باسم الدكتور محمد الاسدي ابو يثرب والعائله ام يثرب، باسم العاملين في مصنع التوأم الأبواب نقول أهلا وسهلا بكم في بلدكم سخنين. باسم الأخ مازن غنايم أو محمد رئيس بلدية سخنين وأعضاء الإدارة الدكتور حنا حنا، الأخ ميلاد غنطوس، المحاصر البلدية الأخ ميشيل غنطوس، ورجال الأعمال من سخنين الأخ أبو زهير، الأخ فريد غنطوس، العم الفاضل أبو حمد وأبو زهير. أهلا وسهلا بكم جميعا في بلدكم. نحن نحيي مثل هذا اللقاء الذي لا نسميه تواصلا لأننا نحن شعب واحد، فأهلا وسهلا بكم. هذا لقاء للحكاية، لقاء للرواية، لقاء الهوية، ولقاء اقتصادي، وما أجمل أن يكون مثل هذه الأهداف. بداية أدعو رئيس البلدية الأخ مازن غنايم ليحيي هذا اللقاء الهام. شكرا لك. طيب اهلا وسهلا فيك واخوان، مضبوط يعني سبيل اطلع عن المألوف لانه احنا وياكم فأنا انسان عزيز على قلوبنا كلياتنا، يعني من بلد حقيقي اللي هو محافظ مدينة جنين، الاخ قدورة موسى ابو موسى الله يرحمه كان تربطنا مع علاقة مميزة، علاقة مميزة مع رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور عدل صالح، لانه الحمد لله من اخوتكم واخواتكم في ان سفراء اللي بتعلموا في هاي الجامعه، اليوم حوالي ما يقارب 1000 طالب وطالبه من كل القرى والمدن العربيه اللي بتعلموا عند اخوتهم في مدينه جنين. في البدايه بدي اشكر صاحب هذا البيت يعني مش صاحب المصنع، لانه كل واحد ممكن يبني مصنع بس مش كل واحد ممكن يبني بيت اللي مبني على اسس اللي هو اخونا الدكتور ابو يثرب، صديق عزيز يعني رفيق
الطريق ان كان من ناحية رياضية ان كان من ناحية اجتماعية من كل النواحي. فانا وابو يثرب باسم اهل السخنين باسم هاي الوجوه الطيبة بشكرك وبشد على ايديك لانه الخطر الداهم للاقلية العربية وطبيعي لإلكو وشغلتين قصة المطالب وقصة العنف اللي قاعد في الفترة الأخيرة يستشري في قرانا وفي مدننا. فاليوم الحمد لله أبو يثرب بناء هذا المصنع لمن هو بوفر حياة كريمة لعشرات من العائلات فهذا عمل مقدس وعمل جبار ويعطيك العافية. قصة العنف طبيعي واجب أخلاقي أدبي وطني حتى على كل واحد منا إنه في بيته في مؤسسة في الحارة في كل محل يكون هو المرشد ويقول لي شو خطورة هذا السرطان المستشري إذا إحنا ما منحاربه في الوقت المناسب. فيش أدنى شك زيارتكم لأنكم كلياتكم عزيزين. في الماضي كان يقولوا الخط داخل الخط وخارج الخط. إحنا أبناء الشعب الواحد أينما تواجدنا فيش لا خط أحمر ولا خط أخضر. إحنا الفلسطيني يعني إحنا الفلسطينيين إحنا الأصل إحنا وياكم وإحنا اللي علينا وإحنا حفظنا على الهوية وإحنا اللي تمسكنا في الأرض والله يسامح كل واحد شو بحكي. ولكن في نهاية المطاف بدنا إن شاء الله يكون صلح فلسطيني فلسطيني بدناش نسمع حماس وفتح وجهاد وشعبية لا كلياتنا الألم بيألمنا كلياتنا الجرح وجرحنا كلياتنا معاناتكم هي معاناتنا فرحكم هو فرحنا وطبيعي في نهاية المطاف إحنا مصيرنا واحد. لمن كل يسأل أي واحد مننا بنقول أنا عربي فلسطيني بقولها وأنا مرفوع الرأس مظبوط. أنا من ناحية مدنية مواطن في هاي الدولة ولكن أنا من ناحية قومية من ناحية عقائدية من ناحية الهوية الوطنية الفلسطينية إحنا نرفع رأسنا نقول إحنا عرب فلسطينيين اللي حفظنا على أرضنا على كياننا وعلى هويتنا القومية الفلسطينية. أهلا فيكم في بلدكم سخنين. سخنين بلد يوم الأرض بلد هبة القدس والأقصى بلد الرياضة بلد التآخي والتسامح والمحبة. أحب أخونا أبو يثرب كل البواب إن كان في جنين أو في نابلس أو في رام الله في كل مدننا الفلسطينية البواب تفتح عشان أخونا أبو يثرب إن شاء الله يقدر يسوي هذا المنتوج اللي كلياتنا بنرفع رأسنا فيه وزي ما بقولوا يظل خيرنا في بيتنا ونحط زيتاتنا على طحيناتنا لأنه هذا بعود بالفائدة على كل واحد مننا. أعدكم بين إخوانكم فبقولكم كمان مرة مرحبا فيكم. الواقع أنا أو كل إنسان بيكون عنده هيك فرحة بيكون عنده نشوة معينة في مواقف معينة بصدق وبخبيش عليكم ومش مجاملة ولا أي شيء ثاني. لما أنا بزورني أي وفد من السلطة وبتمكن إنه أستقبله وأوقف قدامه بتكون عندي نشوة من نوع خاص. فاليوم هي نشوتي وفرحتي هي من نوع خاص فعلا إنه أهلي أحبائي أولاد بلدي موجودين معي جايين يزوروني وجايين يطلعوا على إنجازاتي. قبل أكثر من شهر كمان زارني أخ برضو عزيز محافظ سلفيت عصام أبو بكر أبو عداي مع رئيس البلدية رئيس الغرفة التجارية طبعا على رأس طاقم موظفين كمان باص واستقبلتهم هون في هذا المكان سررت وفرحت أكثر من هيك. في عندي طبعا شخصيات وإخوان اللي هني بتعاملوا معاي إن كان بأخذوا مني أو أنا بأخذ منهم كمان أنا بدعوهم بشكل خاص وبجيبهم له. في الواقع اليوم زيارتكم من محافظة جنين هي زيارة اللي إلها طبعة خاصة بما إني أنا حبيت إني أنتمي لكم حبيت إني أكون واحد منكم حبيت إني أكون بناتكم. أبو محمد ذكر أبو موسى الله يرحمه صديق عزيز كثير علي. أنا في معرفة أبو موسى من عدة سنوات وأكثر تعاملي معاه كان بالسنوات الأخيرة بالثلاث أو أربع سنوات الأخيرة. أنا حاكي مع أبو موسى يوم السبت
وطلب مني اجي لعنده، قلت له حل عني اختيار، لسه بدك تمسكني هذول الكلمات. قال لي طيب بدكش تيجي على هي، انا حلل عنك هذول الكلمات. ففضل كبير الله يرحمه ابو موسى له في جايباني انا على جنين. كان يظل يمكن فيش اسبوع الا ما يقول لي بدكش تيجي على جنين، بدكش تنقل مصنعك على جنين، بدكش تعمل لي شغله بجنين. فيوم السبت قلت له ها شايف ضليتك تقر تني هياني اجيت على جنين. عملت مخازن في قريه طبعا عندك، عندي المخازن الرئيسيه بدها تكون الضفه الغربيه، عندي معرض في شارع الناصري في جنين اللي خلصنا كل كل شيء ديكورات وكل شيء حاضر 100%، بس ناخذ ابواب من هون نركبهن. انا حبيت تكون هاي بعد زيارتكم عشان تيجوا لهون تشوفوا الاشياء اللي هي موجوده هون.